كابتن عادل مع الكابتن محسن ان كولر يجري تغييرات في بدايه الشوط الثاني، خاصه ان هو تغييراته دايما متاخره. اكيد طبعا، لكن خليني اكلمك على 5 اخطاء وقعنا فيها الشوط الاولاني خلت ادت للاداء اللي احنا اديناه. رقم واحد، انت بتتكلم في اللعب الفردي، في لعب فردي كتير، بس وعدم التحرك الكتير مخليها لعب فردي. رقم اتنين، ودي حاجه مهمه، عدم الاستحواذ في وسط الملعب. انت مش عارف تستحوذ على الكره في وسط الملعب، كلما استحوذت على الكره في وسط الملعب تقدر تحط الفرقه الثانيه في الناحيه الدفاعيه، تقدر تعمل هجمات اكتر، تقدر انك تجيب اهداف اكتر. رقم ثلاثة، عدم اللعب على الاطراف. انت ما بتلعبش على الاطراف كتير، الملعب ضيق اصلا. ملعب السلامه انا اتكلمت فيه قبل كده، قلت لك انه مساحته ضيقه، فيجب انك انت توسع الملعب، اللاعبين يوسعوا الملعب. حسين الشحات داخل في القلب، طاهر محمد طاهر داخل في القلب، المفترض ان يطلعوا بره. رقم 4 والمهم، الزياده العدديه جوه ال 18 قليله جدا، مفيش الا كهرباء. حتى لما بتعمل الكورسات والحاجات دي ما بتلاقيش الا كهرباء. 5 حاجه، التردد في التسديد، وبيترددوا اللعيبه كتير اكتر من لاعب. ويمكن امام عاشور في الدبل باص اللي حب يعملها مع حسين الشحات، لو كان رافع عينه كان عدل وكان شاط. ولكن حته السؤال اللي انت قلته لي، يجب انك انت تتغير شويه في حته التغييرات. ليه؟ عشان اللعيب يقدر ياخد وقت ان هو ينفذ الكلام اللي انت عاوزه. انا مع كابتن محسن تماما انه لازم ينزل، لا ومش اي تغيير، ده قفشه بالذات، لانه قفشه يقدر بلغة الكرة يركبك على فرقة الاتحاد فنيا في وسط الملعب، واماميا ممكن يحط باص مباشر، ومعاه تاو رضا سليم يبقى ليهم دور كبير كمان. تمام، خلونا